من أكل أو شرب متعمدا بغير عذر شرعي، ماذا يقول في الشارع؟ أكل متعمدا. أقول وبالله التوفيق، من أكل يوما واحدا من شهر الصيام رمضان متعمدا فقد جاء بكبيرة. يقول في النبي صلى الله عليه وسلم لو صام الدهر كله لا يؤدي أبدا أبدا ما يجب عليه تجاه اختراقه حرمة رمضان، هذه معروفة. فماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يتوب أولا توبة، والثانية أن يقضي ذلك اليوم، والثالث عندنا في المالكية الكفارة، أي مع كل يوم أكله متعمدا أو شرب متعمدا عليه أن يصوم شهرين متتابعين عن كل يوم، أو لا يطعم 60 مسكين عن كل يوم. هذه مسألة معروفة بإذن الله.